رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض برياني لحمة المفرومة، نسيبه بقى على النار كده يشتغل مع نفسه ويتفلفل مع نفسه، ودلوقتي هنعمل طاجن بطاطس كده بيوريه باللحم بالفراخ والخضار، طعمه حلو جدا. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. عندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، وعندي كمان بيضتين، وعندي معلقتين من القشطة، ومعلقة وملح وفلفل، وخضار مشكل، وجبنة شيدر او موتزاريلا، او عايزين تعملوا ميكس الاثنين براحتكم. وعندي صدور فراخ شرايح وبصل مبشور وميه بصل، وعندي كمان معلقه من المستردة وملح وفلفل وبابريكا وزعتر. هقول تاني المقادير. عندي لطاجن البطاطس، بطاطس مسلوقه مهروسه، بيضتين ومعلقتين قشطه وملح وفلفل وخضار مشكل وجبنه شيدر او موتزاريلا، اي نوع جبنه انتوا حابين، او ممكن رومي كمان، وصدور فراخ متقطع شرايح وبصل ومستردة وملح وفلفل وبابريكا وزعتر. تمام، تعالوا بقى ايه نبدا كده. اول حاجه هنشوح الفراخ اللي عندي، هكون مسخنه كده الصينيه او الطاسه اللي انا هشتغل فيها، ونبدا ان احنا ايه نشوح الفراخ عندنا. هشوحها كده بمكعب زبده بشويه زيت بشويه زيت اللي انتوا عايزينه، مفيش مشكله خالص. هنبدأ كده ايه. ملك صباح الفل، ازيك يا ست اسماء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا رب، كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل. كل اللي بيكلمكوا الله يخليك، الله يخليكي، حاضر، تسلمي لي. انا عايزه طريقه الايه؟ الفينو. حاضر حاضر يا حبيبتي، هنعمل كل ده ان شاء الله. المدارس خلاص يعني هنبدا نجهز بقى حاجات المدارس. حاضر يا حبيبتي، نبدا كده الزبده تسيح، نبدا بقى ايه ننزل بالفراخ نشوحها كده، ونبدا ان احنا ايه يعني نوزع كده الفراخ عشان نستفيد بالسخونيه بتاعه الطاسه او الصينيه. تمام، سيبها كده شويه عشان ما اقعدش اقلب فيها وتنزل ميتها، وابدا احط عليها البهارات. احط عليها شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه ملح. مهاني صباح الفل، صباحك جمال يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، يومك كله زي الهنا ان شاء الله. الله يخليكي كده، يومي كله زي الهنا طبعا، سمعت صوتك. ايه الحلاوه دي؟ الله يخليكي، تسلمي. والله العظيم كانك بتطبخي معانا كده. الله يخليكي، قولي لي بس انت طمنيني عليكي، رجعتي ولا لسه؟ لا لسه، النهارده اخر ويك اند ليهم. خلاص اخر، هطردهم بقى بعد كده. ايوه، وتقفلي وتاخدي شنطك وترجعي. المطبخ قفل خلاص يا جماعه، لا هقعد شويه، هقعد استجم شويه لوحدي. ايوه قولي لهم بقى المطبخ قفل، انتوا هاتوا مطبخ من بره. ما انا بقول لهم ده اخر اسبوع، ما تشوفش وش حد تاني خلاص. ربنا يجعله عامر يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ ايه الشياكه والاناقه؟ الله يخليك، جمال ده والله العظيم بجد، زي الفل والله. الله يخليك، ربنا يحميك ويحرسك يا حبيبتي. صبحي لي على كل اللي في الاستوديو وكل حبايبنا عشان ما ننساش اي حاجه. نهارك جميل يا حبيبتي، نهارك زي الفل، تسلمي يا حبيبتي. بصوا بقى نبدا ايه نشوح كده الفراخ بالشكل ده اهو، حطينا ملح وفلفل وبابريكا. تمام، ادوها وقتها في التشويح، ما يعني ما تستعجلوش فيها قوي. انا هبدا بقى اجيب البصل والخضار المشكل والزعتر، دول الحاجات اللي انا هحطها على الفراخ. وهبدا بقى عندي هنا البطاطس، هبدا ان انا احط لها كده القشطه، وممكن كمان نحط المستردة مع الفراخ برضو، خليه المستردة هنا، والجبنه كده احطها فوق الوش. وهبدا البيض مع القشطه، وممكن كمان شويه لبن لو حابين برضو هيبقى حلو قوي، وهحط كمان مكعبين كده من الزبده. هبدا اشوح كده كل الكلام ده كده. تعالوا بقى ايه في الصينيه الثانيه، احط كده ايه مكعبين من الزبده، هحط عليهم معلقتين القشطه اهو،
بالشكل ده كده اهو، هدوب كده الزبده بالقشطه بكله وابدا احط عليها البطاطس. ممكن كمان تحطوا مكعب مرقه لو حابين معاها. هبدا احط البطاطس عليها، اسيح بس شويه الزبده. بصوا القشطه على طول اول ما بتدخل الحراره بتسيح ازاي اهو. ادوب كده القشطه مع الزبده وابدا ان انا ايه احط البطاطس عليها بالشكل ده. شيل بس دول اهو، وهبدا بقى ايه احط على البطاطس البهارات بتاعتي اهو كده. هحط شويه فلفل اسود مش كتير اهو، هحط ملح، هحط شويه من الزعتر كده بالشكل ده، وهبدا ان انا ايه اقلب الزبده مع القشطه مع البطاطس كل الكلام ده كده ايه مع بعض. تمام، اقلب كده كله مع بعض، الملح والفلفل والزبده والقشطه والبطاطس. تمام، ممكن زي ما قلت لكم لو حابين تحطوا فيها مكعب مرقه ممكن تعملوا كده اهو. تعالوا بقى ايه البيضتين اللي عندي، هبدا كده احطهم هنا واحط عليهم شويه فلفل اسود وشويه ملح، وهبدا ان انا اجيب الشوكه واديهم كده ايه ربه كده خفيفه وشويه زعتر. رحمه صباح الفل. صباح الفل يا شيرين، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ بارك الحمد ايه لله. ممكن بس استاذنك التلفزيون؟ حاضر. شكرا يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي انا معاكي. كله زي الفل والله، كله جميل. ربنا يخليكي يا رب. حط بقى البطاطس على البيض. انا كمان والله بحبكم جدا، تسلميلي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي والله. شكرا ليكي، صباحك زي الفل اهو كده. نجيب بقى البطاطس اللي احنا قلبناها مع الزبده والقشطه، حطينا كسرنا عليها بيضتين وحطينا اللي عليهم ملح وفلفل وشويه زعتر، وممكن زي ما قلت لكم مكعب مرقه لو حابين برضو هيبقى تمام على حسب ما انتوا بتحبوا. وهفضل اقلب البطاطس مع البيض بقى كله كله كده مع بعض لحد ما كل الكلام ده يدخل مع بعض اهو. كسرنا على البطاطس بيضتين بعد ما قلبناها مع الزبده والقشطه اهو. تمام قوي كده، اخد كده كله من تحت لفوق عشان ما بقاش حته مش متقلبه مع التانيه، يبقى كله نفس الموضوع اهو. بطاطس كده جاهزه عندي، الفراخ ابتدت بصوا تتشوح، سبتها تتشوح براحتها خالص شايفين اهو. في المرحله دي هحط شويه بصل هبدا انزل بخضار مشكل، وده حتى ممكن تجيبوا الاكياس اللي هي المجمده اللي فيها الخضار المشكل، او لو عندكم اي خضار مشكل بسله جزر كوسايه حتى تمام اي حاجه اللي انتوا عايزينه، بطاطسايه زي ما تحبوا. انا هنا حطيت بسله وجزر وفاصوليا. تمام، هبدا احط شويه من الزعتر، هحط معلقه مستردة عليهم واقلب كده كل الكلام ده مع بعض. اظبطوا بقى ملحكوا في البطاطس وفي الحشو وكله اهو الشكل ده كده. وهبدا بقى عندي الحشو، عندي البطاطس جاهزه كله كده جاهز، نبدا بقى ايه نعمل البايركس او الصينيه بتاعتنا اهو.
الحشو تمام، البطاطس برضو تمام. هنبدأ بقى نجيب بايركس. دي بايركس هني بقى بإذنك. هنبدأ بقى نجيب ايه بايركس كده ونبدأ نشتغل في الطاجن اللي عندي. خليني بس اطلع ده. خليني برضو احط الشبكة كده في النص. عشان نبدأ نحط الطاجن بتاعه. تعالوا لحد ما نجيب البايركس نبص على الرز. بصوا ندي تقليبة كده ونسيب الرز يكمل يتفلفل براحته خالص. احنا كده عندي البطاطس جاهزة، الحشو جاهز، وعندي شوية جبنة كده مبشورة سواء شيدر او موتزاريلا موجودين كده عندي. اي حاجة، اي ميكس جبن عندكم، عايزين جبنة رومي، بس خلي بالكم لو جبنة رومي بيبقى حادق شوية، فخدوا بالكم بس من التمليح. لو انتوا هتستخدموا جبنة زي الجبنة الرومي بتبقى مملحة شوية، فبيبقى ليها طعم واضح او باين. دي البايركس هنا. شكرا. هنبدأ بقى نجيب البطاطس. ممكن تعملوا طبقتين وفي النص الفراخ، وممكن تعملوا كذا طبقة مع بعض على حسب ما انتوا حابين. بصوا اهو، هبدأ ان انا افرد البطاطس عندي. هي بتبقى طرية خلاص خالص، لان احنا حاطين البيض والقشطة والزبدة والحاجات دي كلها، فالقوام بتاع البطاطس بقى طري اهو. نبدأ نحط شوية من الحشو. تعملوا بقى طبقة من دي وطبقة من دي لحد ما تخلصوا الكميات اللي انتوا عايزين. ممكن الحشو ده تعملوا بيه جلاش كمان. هبدأ احط طبقة تانية من البطاطس. ممكن كمان يعني ايه تبدأوا تعملوها كده بإيديكم، عشان الطبقة التانية هتبقى فوق الحشو، فهتبقى ايه كل ما هتعملوها بالمعلقة هتدحرج الحشو معاها. اهي اعملوا بقى الطبقات زي ما انتوا عايزين اهو اهو كده الشكل ده. هبدأ كده ايه هجمع كل الاجزاء اللي عايزة تحط فيها بطاطس وهكذا. اعملوا طبقات لحد ما تخلصوا كل الكمية اهو كده اهو. نوزع كده كل الكلام ده وابدأ ايه احط الحشو البطاطس فوق الحشو واحدة واحدة كده. أبدأ ايه أقفل الصينية بتاعتي. نقفل كده ومن فوق بقى الوش الجبنة بتاعتنا ايا كانت هي ايه، على حسب انتوا بتحبوا نوع الجبنة ايه. واحدة واحدة كده لحد ما نقفل كل الصينية اللي عندنا. حط كده في الحتت اللي هي الفراغات. كده بالشكل ده كده. هبدأ بقى ايه اساوي كده الدنيا واحط الجبنة بتاعتي واحطها في الفرن. انا مش محتاجه من الفرن اكتر من
ان الجبنه هتسيح وتمام جدا، مش محتاجه اكتر من كده. كل حاجه عندي مستويه اهو، تمام قوي كده، مش محتاجه ان احنا غير ان احنا نحط شويه جبنه من فوق ونسيحهم وخلاص. لكن انا بالنسبه لي مش محتاجه ان انا احط اي حاجه تانيه. نوزع كده الجبنه بالشكل ده، جبنه تسيح، دي جبنه شيدر، حابين تحطوا اي نوع جبنه تاني تمام. هبدا كده ايه بالشكل ده تمام قوي كده. هحط بقى الطاجن ده في الفرن وهسيبه الوش بتاعه يتحمر. تمام، اهو بالشكل ده كده الجبنه تسيح والوش يتحمر. نبدا كده نبص بصه على الرز اهو، خلاص قرب يتفلفل خالص، قدامه كده فيش 5 دقايق ولا 10 دقايق وهتلاقيه تمام. مش محتاج بقى اي حاجه جنبه، ممكن تعمله لو عايزين تعملوا الدقه البارده اللي زي الدقوس دي تقدروا تعملوها، تجيبوا كبه بصلايه على طماطمايه على فلفلايه على شويه كمون وكزبره وشويه خل وملح، بتبقى طعمها في منتهى الجمال، وتعملوها زي الدقه البارده كده وشويه توم والكلام ده كله بتبقى حلوه قوي، كله في تضربوه في الكبه كده وبيبقى طعمه خطير معاه لو انتوا حابين. احنا كده خلصنا اول وصفتين، الوصفه الاولانيه عملنا برياني باللحمه المفرومه طريقه سهله وسيبناه يتفلفل، والوصفه الثانيه عملنا طاجن بطاطس بيوريه بالفراخ والخضار. عملناه ازاي؟ جبنا الفراخ اللي عندي قطعتها شرايح او مكعبات او اي حاجه يعني متقطعه صغيره، وبعد كده حطيتها في شويه زبده وشوحتهم على النار مع ملح وفلفل وشويه بابريكا، وبعدين نزلت عليها بشويه بصل وكيس من الخضار المشكل، او انتوا لو عندكم اي خضار مشكل في البيت تقدروا انتوا تحطوه، وتقلبوا كل الكلام ده كله مع الملح والفلفل والبابريكا وتظبطوا ملحها وتمام وزي الفل. وحطينا بعد كده معلقه المستردة وشويه الزعتر وقلبنا كله كده مع بعض لحد ما الفراخ عندي استوت وتمام وطلعناها على جنب. جبنا بقى البطاطس، البطاطس المسلوقه او المهروسه، حطيت معلقتين من الزبده، حطيت عليهم معلقتين من القشطه وسبتهم يسيحوا على النار، وبعدين حطيت عليهم البطاطس المسلوقه او المهروسه، حطيت عليهم ملح وفلفل وشويه زعتر، وبعد كده برده قلبتهم كويس وحطيتهم على بيضتين اكون رباهم بره كده برده، وحط عليهم شويه فلفل وملح، وقلبت كل الكلام ده مع بعض، وابتديت اعمل طبقات البطاطس والحشو، البطاطس وحشو، البطاطس وحشو، او لو انتوا حابين تعملوا على طول طبق البطاطس، طبق البطاطس والحشو يبقى في النص على حسب ما انتوا عايزين. وبعد كده حطيت جبنه من فوق الوش ودخلتها الفرن. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل